أحكي لكم الحكاية من أولها إلى آخرها. أنا قرأت أول سطر. ملكة مشهورة بجمالها وقوتها. فقلت أنا وكتبت اسمي. ولما قرأت السطر الثاني كانت تعبد الشمس، فقلت أستغفر الله لست أنا، وشطبت اسمي وانتهى الأمر. لا، البنت أصبحت عفريتة. الأستاذ تجنن منها، في البروفات تريد أن تقوم بكل الأدوار ولا تكف عن الغناء. صحيح. ماذا أفعل؟ شخصية واحدة فقط هو صاحب الفكرة وأول من آمن بها، ثم أنه تحمل كثيرا لأنه كان يعمل في بلاط الملك دقيانوس. اسمه دقيانوس؟ نعم. أما بطلنا فاسمه يمليخة، وأصحابه طبعا. وهل هي أسطورة أيضا؟ أبدا أبدا، حقيقة، وقد وردت في القرآن الكريم. وماذا تنتظر؟ أرسل من يحضرهم مكبلين بالحديد. ولا يمكن لإنسان عاقل أن يعبد الأصنام ويترك عبادة الله ودين الحق. هكذا، ألا تعرف ما ينتظرك؟ في سبيل الله يهون كل شيء، لنا الله يفعل ما يريد. وحدد الملك موعد إعدامهم في صباح الغد. كيف هربوا أيها القرد اللعين؟ مولاي اخلص، لقد اجتمع الآلاف في الساحة ليشهدوا مصرع هؤلاء العصاة، وكيف تنتقم الآلهة ممن يكفر بها ويعصى أمرها؟ تقسم بالله؟ أتؤمنون بالله؟ الحمد لله، كل أفسوس تؤمن بالله الواحد لا إله غيره. ماذا قلت؟ لقد هربنا من هذه المدينة أمس، فررنا من حكم الإعدام لأننا رفضنا عبادة الأصنام. ما رأيكم؟ دام فضلكم. ما رأيكم؟ دام فضلكم. هل عرفت؟ هل عرفت؟ هل عرفت؟ هل عرفت؟ هل عرفت؟ أنا عرفت قبلكم. هل عرفت؟ أنا عرفت قبلكم.